وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فأنزله الله عز وجل في كتابه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي هذه الآية وجهان من التفسير. القول الأول وبه يقول مجاهد اتخذوا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي يهجرون فيه بالقول، يعني يتكلمون فيه هجرا، يقولون هذا سحر، كهانة، أساطير الأولين، إن هذا إلا إفك الافتراء. هذا هو الذي قالوه عن القرآن، يبقى يعني يتكلمون فيه هجرا، يعني بالكلام القبيح، كقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني كنتم تتسامرون، يقال لهم ذلك في النار، كلام القبيح، كهانة أو سحر أو أساطير أولين أو كذب أو إفك افتراه. وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني تهجرون أنهم كانوا هاجرين للقرآن، ومن هاجرين للقرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كانوا إذا تلي القرآن رفعوا أصواتهم باللغط وبالكلام حتى لا يسمعوا كلام الله عز وجل، فهذا يعني من هجر. ومن هجرهم للقرآن ترك تدبره والتأمل فيه، ومن هجرهم أيضا عدم امتثالهم لأوامره والانتهاء عن زواجره. ومن هجر القرآن أيضا عدم التحكم إليه، وهذا هو مصيبة المسلمين الآن، أنهم لا يتحكمون إلا كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وهذا كله داخل في كل هؤلاء، وكل من هجر كلام الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتأملا وتحاكما وامتثالا لأوامره وانتهاءا عن نواهيه، كل هؤلاء لهم حظ من شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد هاجر للقرآن له حظ من هذه الشكاية. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.